محمد زروال من مواليد مدينة مراكش 1953، ولكن بعد وفاة أبي، لأنه الأم مات والأب مات، داني واحد بوجدي الجمعية الخيرية في مينتانت اللي هي الأصل، قريت فيها حتى الشهادة الابتدائية. لقيت اللي كثرت الهضرة، لأن تما كانت ديك الساعة الفرنسيين هما اللي تيقريو، كانت القراية بشي شكل، وكان حتى المسرح يعني الوقت الفارغ تيتعطى للميدان المسرحي، تيتعطى للرحلات، تيتعطى لبزاف ديال الأعمال. من تما تسربت اللي تيقولوا الشوكات الميدان المسرحي. جيت في حالتي، لقيت اللي كثرت الهضرة أنه بغى يقريوه الفرنسية باش يديوه لفرنسا، كانت ديك النوايا ديال أن الاستعمار تيقري باش يدي. جيت في حالتي لعند خوتي في مراكش، بقيت هنايا تابعت العمل مع خوتي. كنت ديك الساعه داير نساج، لانه كانت المهنه الوحيده اللي كتعطي للصانع يعني جارته في يومه في نهاره، وكانت هي اللي فيها كتصور يعني باش، وانا لانني انا واحد في واحد القضيه ديال ما نرضاش شي حد يخدم عليا، هذه هي اللي كانت عندي فاس. المهم بقيت من بعدها تعاطيت الميدان المسرحي، المسرح الهوات، كان واحد الصديق عندي تايور تنشوفو، وفي النسيج ديك الساعه كان من العصر ما تيبقاش عندك ما دير، باش ما نديرش الوقت الميت ما عندي فيه حتى حاجه، هي فاش وليت تنفكر في النقطه الوقت الثالث يعني باش ما نخرجش فالصو اللي تيقولوا. داني هذاك الصديق للجمعيه ديال النهضه، جمعيه النهضه ديك الساعه في 69 70، بدينا كانت هذيك الجمعيه دايره جميع الميادين، يعني تدير المسرح، الموسيقى، الفولكلور، تدير الرحلات، تدير اللي تيقولوا لها بعد هذيك الساعه تويزا، شي بلاصه الا بغيتو شي جرده شي كذا، يعني كانت واحد الجمعيه فيها ما يفوق 350 شاب ديك الساعه وشاب، وكنا خدامين محركين من تما بقينا. والعمل بصفه احترافيه، كان الاحترافي الظرف يعني كان غير هي ديك الشاعر الحمراء في رود الزيتون ديال، كان ديك الساعه دار مولاي احمد بن مشيش الله يرحمه، باقي ديك الساعه الله المكتب الجهوي ديال وزاره الثقافه، وكان بيقول بانه وداروا بحال كاستينغ المجموعات الممثلين من جميع. من تما تلاقينا مع بعض الاخوان، قالوا ودي راه كاينين، كان ديك الساعه عبد الله غرنيت رحمه الله كان هو اللي تيعطي داكشي ديال التعاون الوطني، كان هو اللي تيعطي الرخص، من يعني تجيك رخص ديال جميع انحاء المملكه، الجمعيات الخيريه، القضيه العربيه، كانت واحد الحمله ديال تيديروا لنا ديك الساعه جوالات تتباع الاوراق، كيتعطاو للعمالات والبشويه تيدورو تيبيعوا الاوراق يعني في الدواور في الاسواق جميع القنوت، يعني كانت رساله في المسرح يعني بمعنى الكلمه، يعني حتى الدواور دخلنا اليوم كاين البلايص اللي تم مضوي بلامبات، ماشي زعما بسميتو بالضوء، ولا كان واحد كانت واحد الحمله ثقافيه فنيه حتى بقات هكاك من السبعينات، من السبعينات نقول لك حتى 79 80 تقريبا بدات الصحافه كتهجم على المسرح بالزرواطه، لانه كان شي وحدين شي بعضين تيبيعوا لهم الوراق، ماشي تجيهم بحال بالزيزو، هي راه كانت من اجل اعاده يعني التعاون لبناء القضيه العربيه، القضيه الفلسطينيه، ابناء الجمعيه الخيريه، منها القضية ديال ابناء الشهداء ديال الصحراء المغربية، يعني كانت قضايا اجتماعية كانت يعني تينتجو تيديرو واحد النسبة ديال 40% للصندوق ديال اسمو. هذيك الساعة كان لقيت فاش لأنهم اللي كنا تنديرو الجوالات كنتصادفوا مع الوفاء مع أصدقاء الجمهور، دوك الجمعيات اللي كانوا ديك الساعة تيترخصوا. دخلنا السي عبد السلام الشرايبي هو اللي كان ناداني ديك الساعة باش نشارك معاهم في الوفاء. انه بعد ما كنا في لقاء ديال الملاحم، ديك الساعه لقاونا الملاحم ديالو نفحت من ذاكره مراكش، انه كان فيها السي عبد السلام الله يرحمه ديك ثوره الملك والشعب، كانت شي قضيه بحال هكا اللي فيها جميع. هو فاش قال لي ضروري انت خصك يا، كان معنا واحد العمل سميتو خمسة وخميس، حتى هو شبه ملحمه، وتقدمت فيه مادي لانه خدمت فيه انا قبل ما يبدا التدريب على المسرح شي شهرين وزيادة ديال إنجاز الديكور، كان ديكور ضخم بزاف، كانت مشاركة في جمعية الوفاء، اسمها دي الأطلس الكبير، اللي عطاونا قطعة الديكور، يعني من الناحية المادية هي اللي، الوقت اللي جيت بغيت نتخلص لقيت راسي بغيت نتحسب من لا شيء، يعني قال لك غتكون عندك تمشي 4000 درهم من الواحد، نتوما التقنيين
وراه خديته منها لانه كنا تناخذوا لافونس باش تنقضيو، لانه باطلين وقبل ما يكونوا حنا جالسين. في الاخر لقيت راسي كيتسالني غير في الكرا وشغالات الناس اللي خليت اكثر من 6000 درهم، وعطي اكثر من 2000 درهم من جيبي انا معاون بها من مال الغير. المهم من تما السي عبد السلام الشرايبي ما رضاش بهذه القضيه، قال لي جيب انا لقاني قلت ليه الصلاه على النبي ما باقيش غادي نتعامل مع الميدان. قال لي لا راه بغينا نردوا لك الاعتبار. جا تهربت في الحقيقه، تهربت حتى واحد النهار تنطراسي شي مسائل في المحل عندي ديال النجاره، توقفوا عليا نهار الحد ما كاين لا متعلمين، ويقول لي والله واخا تكون تحت الارض تنجبدوك. جا عندي هو والحاج عبد الجبار الله يشافيه، قلت لهم اودي انا راه خديت موقف من هذا الميدان الله يخليكم راه عندي. قالوا لا وراه هادشي باش بقى فينا، بغينا نردوا لك الاعتبار وبغينا وبغينا. المهم حشمت ما عندي ما ندير، ولا قلت لهم اسيدي عطيوني الوقت ديال التدريب وديال اللقاءات ديال كذا باش ما نضيعش الوقت كي سبق. قالوا لي يا سيدي نهار التصوير ما غادي تجي، حتى نجيو نهار التصوير نجيو نديوك من محلك ونردوك لمحلك. سيريت الكونترا مشينا تندربو ياك هذاك الانسان في الميزان، الانسان في الميزان هو العمل ديال المعيطي، هادشي علاش جبنا على المعيطي. مشينا على كل حال بدينا تندربو، بدا الوقت ديال التدريب تنكون عندي فيه الماكينه ولا عندي فيه. المهم بدا تيكراتي ليا من الوقت، تياكل ليا من الوقت، وبديت تنتضيق. واحد الوقت بدينا في التصوير حنا فيه شي 45 يوم، الناس ولات القضيه يعني تنمشي تنخلي محلي وتنمشي تنبقى تندرب، وتنقول ليها السي عبد السلام ماشي هذا هو الشرط اللي تشرطنا. قال لي دابا هضر مع المخرج، هو اللي المخرج تيقول لي ضروري في الليل هو تيهيئ باش يشوف اش عنده غدا، الغد ليه في الصباح خصك تلتحق بهم تتلقى الوقت الخدمه مشى عليك الحال. المهم مشيت حتى وليت المحل ولا تيبان ليا يعني بدا تيتطور عندي المشكل. كملت جيت بغيت نبدا تنخدم في هذا الشيء باش نرد الناس ديالهم وباش نغطي على الخسائر وعلى المهم هذا الشيء كله. مشينا فيه تما غادي واحد شويه بان المسلسل، وهو يولي تيدير ليا مشكله خصني، الناس ولاو تيتشكاو تيقول لك بينا دير لنا الكساي، تيتسد باب المحل والمعيطي والمعيطي، جوقه ديال الدراري وكبار وصغار كلشي تيجوق على المعيطي، تتسد الطريق في عرس الملك لان المحل جا في شارع عمومي. بدات القضيه ديال المعيطي والمعيطي والمعيطي، تنقول لهم ودي المعيطي راه حدو التلفاز انا راه زروال انا راه ما انت تعاود كلشي تيعرفك المعيطي. بقات المعيطي بقات هكاك المعيطي المعيطي حتى ولا هي قضيه الاسباب، اسباب هي ماشي غير سبب، لان الاقصاء ماشي غير انا اللي تقصيت، يعني كلها هي النخبه القديمه الكبيره كلها تقصات. علاش؟ لانه كاينين بعض الاوجه ما عارفينناش اللي تخرجوا اللي عاد صبحوا تيقول لك اودي دابا الممثل بغيتي تجيبو بيدفع عليك الان تيخصك تقبط ليه لوطيل، تيخص الكاشي يكون كاشي صحيح، وحنا هادشي ما فيه شاي، لانه يعني شي تطريقات اللي تيتدرجوا حنا ما تنشوفوهاش، ولكن هما هكا تيدعوا تيقول لك اودي راه ملي تنبغي نقبط مثلا الدعم تيقول لي شكون اللي معاك، تنقول ليه شكون ولا تنبغي نقول ليه فلان وفلان وفلان، تيقول لك لا بركه غير فلان وفلان، لانهم قراب لانهم ساكنين لانهم كاينين، هذوك الاخرين ما كاينلاش. بقينا في هاد القضيه هكا شويه بشويه، تعاودوا يجيو الاخرين اللي ما عارفيننا كاع، يعني ما عرفناش واش حيت تنطالبوا لينا حتى المعهد راه حنا اللي كنا تنغوتوا، حنا اللي تنجريو، حنا اللي درنا الغرفات الفنانين واللي يكون غير بقينا فيها، لانه دوك اللي عاودوا جاوا بيحيدوا قال لك اسيدي الحق يؤخذ ولا يعطى، يعني خصنا نقلبوا عليه نديروا نقابه. اول من قال لهم يا ودي راه النقابه تتدار من الكائن ماشي تتدار باش تكون، قالوا لك انتم ما تتفهموا والو وخرجوا هذيك الخرجه هكاك، وكاع الناس الكبار كلهم ولاو تيبانوا ليهم راه ما لايقينش. لا هو الميدان الفني في الحقيقه ما تيعيش كاع، لانه حيت كاع تاخذ شي حاجه من ديال الاجانب هما ديالنا راه ما تيعطيوش، تقدر كاع اللي تيعطيوك في نظرهم تيتحسبوا عطاوك، ولكن ملي تجي تشوف راه ما عطاوك حتى جوج ريالات في النهار الا جيتي تشوف. الميدان المسرحي اللي كون ما تندير مثلا النجاره ولا كون ما كاين واحد شويه بعض المرات حتى الاجانب ما بقاوش الى لانه ما كاينش الميدان ما فيهش، تتقبط كاع مثلا جوج ريالات حيت تجي تقسمها على السنه تتلقى ما عندكش 20 درهم في النهار اي يمكن كيف ما كان اسمه راه ما فيهش. الميدان راه غير بحال اللي تقهوى وصافي، راه ماشي يتسمى مهنه ولا يتسمى ما فيهش.
إذا الفنية هو ما هي في الحقيقة دوك الأعمال الرمضانية تتكون غير بحال مشى يجيب شي دورة في الحلاقة وصافي. في الحقيقة ما كاينين بعض الأعمال، كاين بعض المسلسلات اللي بأس بها، ولكن ما خصهاش تكون ظرفية. يعني المسائل كلها هي ملي تجي تشوف تلقاها 100% تعطيك مكسيكية ولا تركية. يعني ما المواضيع والأفكار ولا الطريقة باش يسمو هي حاجة واحدة اللي ماشي هي هذيك. بحال مثلا ولاد البهجة، حي البهجة، استوديو حي البهجة ولا ولاد البهجة ولا، يعني مصور في استوديو مراكش فيه ما خير من هذا الشيء، وفيه المراكشيين، فيه ناس البلاد اللي تيتقال. انا ماشي انا اللي تنقول هذا الشيء، انا اللي كنت سولني نقول لك السي عبد الله تيقول ما خصوش يشارك في هذاك العمل، لانه راجل تيهز الجهه وتتعطاه قيمه، عنده شركه، عنده ما خصوش يطيح. السي عبد الله فركوس هو تيقول انا تنعرفه بالاسم الحقيقي، وتنعرف فركوس ما خصوش يشارك في بحال هذيك الاعمال، لانه هو ما وصل شيء الله لديك الاسترزاق بهذيك الطريقه هكا. دوك الاخوان فكاهيين عطاو هذا الشيء عطاهم ومشاو فيه، ماشي هو ك رب يعني اسره فنيه في الجهه، عنده شركه الانتاج، عنده الله يسهل انه عليه ويزيدو من خيراته، ما خصوش يطيح لهذوك. هذا اللي وجهه نظري انا، وكلهم عندهم الحق، لان مراكش عطاه الله واحد الميزه خاصه به، خص عنده لون وعنده شكل وعنده واحد النكهه ديالته وعنده مواليه، وحتى الاماكن اللي تليق بهاد المسائل هذه كاينه، كاينه بلايص الحرفيين، كاينه بغيتي العطريه، كاين عندنا البلايص العطريه، بغيتي يعني البلايص اللي هي حيه على التقويم من هذاك العام تاع ولاد البلاد، يكون من ولاد البهجه، من ولاد البلاد، يعني كاينين كلهم، كاين هاد الشيء ماشي ما كاينش. ولكن حيت تجي تبغي تسولو تيقول لك اودي المونتاج بغاه هكا، لانه دابا القضيه ولا فيها الماديات. لا هو قضية الخلاص من عبد الله فركوس، يعني باش كان هو باش باقي، يعني ما تغيرش مع الزمن، تيعطيك مثلا 1000 درهم تتبغي تناقش مع السي عبد الله تيقول لك الفلوس ماشي شغلي، سير شوف السي احمد، تتجي عند السي احمد تيقول لك لا سيدي هذا الشيء اللي كاين، وما تيتعاملش معك بصفتك تكون انت قاعد كيف ما بغيتي تكون. وهذا الشيء هذا في الحقيقة ملي تيولي تيتمضغ كاع اللي جيتي تقول ليه تيقول لك اودي عبد الله ما تيعطي شيء شي شويه انا ما تنبغيش هذيك القضيه، يعني ما تيعطيش غير حيت يقول ليه حتى هو معاه ويقعد معاه الارض ويقول ليه ها كاين وها كاين وها كاين، لانه راه الميدان باين، راه البارح ماشي هو اليوم. مثلا اللي كنتي تعطيها 1000 درهم في النهار وفيه ربعه ديال مثلا 10 لي سيكونس بعض المرات ولا 8 ولا، غادي تعطيها 2000 درهم على الاقل، تتبقى قيمتك انت مرفوعه والعمل حتى هو في المستوى، والممثل اللي غادي تبغيه غادي تلقاه، ماشي غير ما لقيتي شي داك اللي ما بغاش 20 وتدي باش ما قضيتي، لانه دي اساءه ليه هو ماشي على كل حال، لانه هذا هو السبب. ارخص ما كاين، لانه الممثل ديال مراكش علاش باقي تنهضروا، كاينين دابا شي تشرونات ملي تتقول ليه الممثل كاع ما تيعلموه هو كاع بالمره، تيجيب ليه ناس اللي بغاو تيقول لي كلهم ممثلين، هادو هما الممثلين ديال مراكش، والحقيقيين ما عمرهم تيوصلهم وعمرهم ما تيشوفهم. والمراكشي ملي تيكون بغى يعمل بغى يشارك عنده رغبه في الميدان عنده شو كان تقول تيجي ما تيلقاش هي 2000 ولا 3000 تيقدر يخدم ب 1000 ولا يموت بمره. هذه من المسائل اللي هي تخصكم كانت شي لجنه اللي تكون مصنوعه من الفوق، يعني ما تتامر باللي خصو يكون، غادي تقدر الجهه تكون لها قيمه. ولكن مادام هذا الشيء تطوي تهضر معاهم تيقول لك انا هذاك هذا الشيء اللي تنعطي، عجبك مرحبا ما عجبكش الله يهنيك. السعديه اللوك مسكينه في الحقيقه هي تكلمات قالت لي ما كذباتش، قالت الحقيقه وداك الشيء اللي قالت كله هو صحيح، لانه حتى مع داك السيد اللي كانت شاركت معاه في العمل ديال الف ليله وليله، يعني كان في الاول بالفعل داروا معاه شي 6 المليون، يعني داك الشيء كله عشتو معاه، داك الشيء كله اللي قالت كاين صحيح. ولقيت فاش جاوب اسمو قال لي ودي راه جات واحد القضيه ملي جينا الماديات، راه القدر اللي كانوا باش وعدونا ماشي هو اللي بغا يعطيونا، دابا الله يخليك غادي تصبري غادي نعطيوك من 6 ل 3، اسعك حتى 3 محال واش كامله. هذا داكشي اللي قالت لها السعديه عندها الحق. بصراحه علاقتك مع عبد الله فركوس؟ وفي الحقيقه عبد الله فركوس علاقتي معاه يعني بيني وبينه هو ما بيناتناش شي حاجه، شي بيني وبينه من واحد العمل قضيه الفلوس، ربما شي واحد خدا من هذه الجهه، كنت شاركت معاه في اخر عمل كورسا، قالوا لي وانا ما قالوا ليش المقر، يعني قالوا لي غير غادي تجي تصور غادي يجيك فلان، مشيت لعندو الشيفور اللي دار معايا في جهه المسرح
وغادي تنقول هنا هنا لابس من هنا يعني نفس منظاري اللبسه اللي كانت عندي. وغادي واحد شويه تنقول ليه فين، قال لي راه في جوكاك. والله يا خويا على نشهد من هنا حتى لي جوكاك يومين جوج ليلات ونهار، والليله الثالثه فاش اسميتو فاش احد الغد ليه جينا. وملي جيت نشوف الفلوس قال لي السي احمد هو اللي جابني لي، قال لي اول سيدي ما عندي ما نقول لك الفلوس نهار يجي وغادي نتصل بك. اربع شهور هذه من المسائل، اربع شهور ديال الانتظار، عاد جات هذيك جوج فرانك وشحال فيها كاع 1000 درهم. يعني من المسائل اللي ما تنبغيهاش تسمع لي، يكون غير نوقع مثلا نعقد معاه مثلا على 10000 درهم ويعطيني غير درهم، ما تسمعش لنا هذا الشيء راه تيتداع تيتسمع عليك اش غادي تتدي كتقل كتحتقر. حدين اخرين لانه اي حاجه قبلت راه تتوصل كلشي تيتبلغ. هي فضيله بن موسى اش غادي نقول لك، كيف ما كان الحال مرت الراجل الفنانه الله يعاونها، ما هي علاقتنا بها راه من ايام الجوالات حنا اللي خرجناها بسميتو. ما تتسولش عمرها هي ما تتسول، حنا مازال حنا تنسولو تنتسالو. كاينه شي مسائل كاينه شي عقاد في ديالنا، كاين دابا اللي تتجي تبغي تهضر معاه بحال لا ما بغاكش تعرفو لانك عارفوك انت معاه، بحال لا ما تيبغيكش تهضر معاه ولا تشوفو ولا يشوفك. كاينه شي عقاد ما عرفتش انا كي دايره. هي راه حنا راه تنتعرفو، راه خصنا بيضاوال تنعز بيهم. علاش؟ ماشي تنفوقهم، انما فلان استاذ استاذ، العلاقه تتبقى علاقه والميدان تيبقى ميدان، ولقاءاتنا كتبقى لقاءات ديال الرجال تنتعاملوا رجال. الاستاذ راه داونا من هنا في هذيك النزاهه ديال الرواد، وداروا معنا شي مسائل اللي زعما ما تلقاوهاش هنا ديالنا، كيتفرقوا معنا تما وما تنتلاقاوش. وهذوك الاستاذي وتيعنقوا ويديوك وسمح لينا وتيديروا كل ما فوق من جهدهم، وكيحسوا انهم ما داروش معك مستحقاتك. القدام ديال الفراق يعني ما بقاش الا حاجه في الجبار الله يشافي راه هو فرقنا. الشحي ما بقى داز عليه شي ماضي، ما عرفت كيف كان مع القدام ولا تيبغي يفديه دابا ولا تيبان ليا كي شي دجاجه غارقه وتابعين 1000 ليره تسبق. ودي الشحي ما راه ما تنبغيوش كاع ندخلوه معنا في هذا لانه ما حفظش راسو. لا بصراحه انا كنت ديك الساعه في الوفا حمد الشحيمه كنت في الوفا وتنتخاصم مع الاخرين، علاش تنرفد ليه الهم؟ لانه انا اللي تنعرف اش تيخسر معنا، تنصوب الديكور لانه مهنتي هذيك ديكوراتور، تناخذ الفلوس تنشوف شحال تسير تيصرف تيتقدا تيجيب تيقول لي حتى تيصدق ما كاينين فلوس تيقول لي واه تيجيب الله اش غادي نديروا لك، وتيكون عليها وغادي هكاك. تنقول ليها فلان راك فنان في مستواك، حط راسك في قيمتك، حط دير راسك قيمه وتحط في بلاصه الرجال. في الاخر دابا ولا ملي تيخاف لا يتشمت تيولي تيشمت اللي كان رافد ليه الهم. انا كانت ليا معاه علاقه تنحسبو كثر من خويا وتنتنحس مع شحال من واحد في حقو، وتنبغي تنقول ليها الشحيمه راك راجل في الميدان وولد الميدان وعندك الاقداميه في الميدان، حط راسك في مكانته. تيقول لك لا صافي هو هذا، وهو خلط جاب واحد اللي زعما وقلت عليه في وجههم بجوج، قلت لي راه هذا راه من نهار جا عمرو ما دخل شي جمعيه وخرج منها وبقى تحيه. هذه نعطيها انا ما فوق 40 سنه لا عبد الرحيم الخردالي ما الله يسمح لينا من ذكره، لانه هذاك تابع هذاك وهذاك مع هذاك والميدان تدخل ضربوه، وهذاك تيبين ليه بانه راه عنده الاداريات عنده الطريقه باش يتعامل عنده. عملنا معاهم عمل وكان في المستوى ذاك الشيبو الهبال، وحطينا العمل في مستحقاته يعني جرينا وطحنا وكان العمل في المستوى. واحد النهار كنا دايرين واحد شي شحال كاع 1500 درهم، هادشي دابا راه دايرين معاه في الكونترول كذا. واحد شويه قال لك لا وراه كذا وضايعين والله القسم، وحنا حتى وصلوها ل 1000 درهم وتعاودت الكونترول. والغريب في الامر هو حتى بعد ما قبلنا 1000 درهم ولا قال لك بغيت تنقص الله يخليك راه بوحدكم اللي تتعاقدوا وانا وش الخالي، وراه الاخرين تيقبضوا شي حاجه كاع ما وصلت حتى النص عندكم وانتم. قلنا له اودي حنا راه هادشي كله راه غير غير تنتفلو على راسنا، ما راه الحقيقه راه اللي كاين في الاول هو اللي غادي اللي خصو يبقى. هاد الهضره كلها هي اللي نفرض جاتك مثلا شي جاتوك شي 100 مليون اش غادي نقول لك حشومه؟ تعاقدت معاك كمل معايا. المهم واحد المره في الاخير دابا دار معايا واحد الزياده اللي زعما صبيانيه، بغيت تخرج واحد الفرقه اللي هي السنا اسمها الجيب المسرحي، وقلت لها ودي راه بغينا نمشيو لواحد البلاصه ديال المشرع بن القصيري العرض الاول، لانه الجمعيه خصها على الاقل تحرك وما عندهمش
ما مفاهمين ما عارفين جمعنا من الاخوان باش ناخذوا الترونسبور. اخذنا من عنده هو يعني العنوان ديال السائق اللي كان معنا في الخرجه للشمال. قال لي فين؟ قلت له ها كاين وكاين. قال لي الله يعاونكم مزيان. واحد النهار هو يدور لي قال لي انت بغيتي تخرجوا؟ قلت له النهار الجمعه عندنا العرض. قال لي ودي راه كاين شي عرض مع المجلس ديك الساعه، المجلس البلدي داير شي عروض. قلت له ودي دابا النهار الحد انا غادي نكون هنا. قال لي الله يسخر مزيان تهلاو. واحد شويه هو يدور لي قال لي راه النهار فاش بغيتو تلعبوا هو فاش عندنا حنا. قلت له السي احمد راه هضرت معاك. قال لي واش دابا انت غادي كاين ولا ما كاينش؟ قلت له لا النهار الجمعه راه انا ما كاينش زعما باش. وهو الصبتي هو وياه كانوا في هذاك النهار كاين عندهم جوج العروض. اتصلوا بالصبتي كان حتى هو معنا في هذيك الدوره في هذوك العروض اللي كانوا ديال المجلس. هو ملي اتصل بيا قلت لي انا راه النهار الاربعاء النهار الجمعه ما كاينش. هو اش واقع؟ الصبتي دوروا ليه هو اللي كان بغي يلعب نهار الجمعه اللي بغاو يلعبوا فيها الوفاء. الصبتي كان في شي بلاصه ما فيهاش الريزور باقي حي هو يشهد بهذا الشهاده لله. هو اللي قالها ليا. قال لي بقاو ما عنديش انا الريزو وما يضروش الشحيمه. قال لي واش ممكن نتوما تلعبوا نهار الجمعه؟ قال لي الصبت قال لي الشحيمه حنا موجودين. هو مالهم لقيته فاش تنهضر معاهم تنكونوا حاطين الدوبل تيحفظ حاطينو ليا انا تيحفظ وانا كاين ما في راسي ما نعاود تنلعب وديما كاين السيد. انا ما عنديش ديك الخلفيه ديال اش يدير هذا ولا كذا. دربوا معانا انا سيدي في هذيك اليومين فاش خرجت انا الاربعاء والخميس الجمعه لعب معاهم. والنهار بيصوروه للتلفزيون انا حاضر في التوجيه القدام. ما ذكروني لا في الديكور في انجاز الديكور ولا في المونتاج في المونتاج ولا في التركيب ديالو ولا حتى شي حاجه. يعني في امكاني نوقف ونقول لهم حباس اسيدي راه كاينه كونطرا كاين عمل كاين دوري في هذا العمل ها كاين وها كاين ونقدر نوقفوا. ولكن انا خليته يدبر راسو يربح. وراه هو دابا هذاك العام داز عليه السنه الثانيه ما تقدم كاع ما داز. والهضره كثيره الشحيمه الله يهدي على نفسه الله يهدي على نفسه صافي.